الطلاق الصوري، واحد يقول انا لن اتزوج زوجه ثانيه، واصابت الزوجه الاولى جنه جنوبها، ولم تهدا ثائرتها الا يوم اخذت زوجتي الثانيه وذهبت الى المحكمه وعملت طلاق رسمي في لكن لم أجد به حل العقدة الشرعية للزواج. نويت فقط حل العقدة المدنية الجانب الرسمي، ولم أتلفظ به، كتبته ووقعت عليه فقط، ونويت به إخمال هذا الحديث وإنهاء هذه المشكلة. ويجب أن يوقع الدنيا هذا الجو عاد إلى صفائه، وأصبحت الريح تجري رخاءً، وأنا عدت إلى زوجي، وأصبحنا على قيد كما كان الثاني يعني. يعني أنا فين؟ أين وضع الشرعي بالضبط؟ أقول له يا رعاك الله، إن كتابة الطلاق من كناية الطلاق، لا يقع الطلاق بها إلا بالله. واحد بعد تكس المسجد لزوجته قال لها أنت فقط، يقول له ماذا نويت بهذا؟ الكتابة. نويت الطلاق يحدث من حركة. يعني فقط تنكد عليها وتغمها وتزعجها بس وانت لم تنوي الطلاق، فعليك اثم الازعاج واثم الغم واثم انك شوف خلاص المفروض في ايه، لكن كطلاق لا يقع اذا لم تنوي ما دام كتبته كتابة ولم تطلق حسن الكتاب المقدس. فهذا الذي فعل هذا لا يؤخذ به ما دام لم ينوي، لم يؤخذ به في باب الزياده بينه وبين الله لا يصح. لكن في احكام القضاء من حيث الاوراق والحكم الطلاق فهما في باب الديانه لا يزالان زوجين، وهما في باب الاوراق الرسميه والاوضاع القانونيه اصبحا منفصلين. شوف الى المحامي نسال الله لنا العون والعافيه. اللهم